السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نكمل الحديث في التعليق الموجز على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن هذا الكتاب يأتي في الأصحية بعد صحيح البخاري رحم الله الجميع. وقد توقفت عند هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وهذا الدرس هو الثالث، هذا الدرس هو الثالث. قال مسلم رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا أبس قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك بن النضر، وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. فقالت أم سليم أمه: يا رسول الله، ادعو لأنس. فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأدخله الجنة. فأطال الله عمره، فقد توفي بعدما تجاوز 110 من السنوات رحمه الله ورضي عنه أنس بن مالك. وأما عن ماله فقد كثر ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكثر ماله وولده، عفوا، قال: اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنة. فأكثر الله ماله وأصبح ثريا، وأكثر الله أولاده، حتى إنه قال: إني دفنت من صلبي أكثر، يعني من أحفاده، أكثر من 100 نفس. يقول: وأنا أرجو الثالثة وهي دخولي الجنة، وهي دخولي الجنة. وتقدم الحديث عنه رضي الله عنه. قال: نهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال هو ما يبرهن عنه في العلم. نهينا، أي الصحابة نهاهم الرسول أن يسألوا عن شيء. قال أنس: فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية. من أهل البادية يعني البادية ضد الحاضرة، من يسكن البادية يعني في البرية يقال له من أهل البادية. قال: من أهل فالعاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية
فقال يا محمد، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد، لعل ذلك قبل النهي، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعى أي واحد من الناس. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد وإنما قل يا رسول الله. فلعل ذلك كان قبل يعني النهي، أو لعل هذا الأعرابي رضي الله عنه الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى من البادية خفي عليه هذا الشيء، فقال يا محمد أتانا رسولك، يعني أن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يرسل إلى البوادي ويرسل إلى الأمصار من يعلمهم دين الله. فهذا الأعرابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسولك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، هو يقول أني أخبركم أني رسول الله، نعم صدق أني رسول الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الأعرابي رضي الله عنه قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال يا محمد فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. ثم قال فبالذي خلق السماء، يقسم بالله رب العالمين، هذا الأعرابي رضي الله عنه يقسم بالذي خلق السماء وهو الله، وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك، يعني تكون يعني نبيا للناس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال وزعم رسولك الذي أرسلته إلينا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا، يعني ب5 صلوات؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، يعني هذا الأعرابي لما سمعها يعني تأكد من النبي صلى الله عليه وسلم ولى مشى. قال صدق. قال والذي بعثك بالحق، يعني يا محمد عليه السلام، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، يعني هذه الأشياء التي أمرت بها رسولك أن يبلغنا إياها وتأكدتنا منك مباشرة. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، يعني إن مشى على هذه الأشياء سيدخل الجنة هذا الرجل. ثم قال حدثني عبد الله بن ثم قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث مثله. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يدل هذا الحديث على وجوب الصلوات 5 أنها تجب، وعلى وجوب الزكاة، وعلى وجوب صوم رمضان، وعلى وجوب الحج لمن استطاع عليه سبيلا. وفي هذا الحديث من الفوائد كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انتهوا عن السؤال لما نهوا عنه في القرآن، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، لأن إذا كان هناك أسئلة فسيكون هناك قد يكون هناك كثرة في الشريعة، وقد لا يطيق الناس هذه الكثرة وهذه التكاليف. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله عنه أنه رحمة للعالمين، فنهاهم عن السؤال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه قال كنا يعني يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ولذلك مرة من المرات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الصحابة عن الحج، فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أكل سنة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجب يعني كل سنة الحج لما استطعتم. فهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد الحديث أنه لا يصلح الاستدلال بهذه الآية، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، أن الواحد يأتي ويقول والله أنا ما أسأل العلماء عن ما يشكل علي، ما أسألهم عن المسائل العلمية، هذا غير صحيح الفهم، لأن آخر الآية يرد على هذا الفهم الخاطئ،
يعني لو واحد قال والله أنا لا أريد أن أسأل العلماء عن ديني، طيب كيف تعبد الله بجهل؟ قال إن الله يقول في القرآن لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. الجواب كما قال ابن عثيمين آخر الآية يرد على هذا الفهم الخاطئ، قال الله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، فالنهي وقت نزول القرآن لئلا يحرم الشيء من أجل مسألتهم أو يوجب من أجل مسألتهم. أما الآن فقد استقرت الشريعة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، ولو سأل أحد فلا يمكن أن يجب الشيء بسبب سؤاله ولا يحرم. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي عليه الصلاة والسلام ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ يعني الرسول يقول للعرابي هذا الذي اعترض عليه، يعني هذا الرجل العرابي رضي الله عنه عرض للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فهذا العرابي أخذ بخطام ناقة الرسول أو بزمامها. انظر إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو واحد يريد أن يسألك سؤال ويأتي ويعرض سيارته بالشارع عليك، أو يعني ما يكون الطريقة الصحيحة في السؤال. فهذا الأعرابي رضي الله عنه ماذا عمل؟ الرسول في السفر فأخذ هذا العرابي بخطام الناقة وبزمام ثم قال يا رسول الله يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وبعد منها. الرسول من أخلاقه تلطف مع هذا الأعرابي، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لما سمع السؤال كف عن العرابي، ثم الرسول ماذا فعل؟ نظر في الصحابة ثم قال لقد وفق، يعني وفقه الله بهذا السؤال، أو لقد هدي. ثم قال الرسول كيف قلت؟ يريد أن يعيد السؤال، فأعاد العرابي السؤال يا رسول الله أخبرني بما يقرب من الجنة بعد من النار. فقال صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم قال وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبو عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، تريد شيء يباعدك يدخلك الجنة ويباعدك من النار؟ قال نعم يا رسول الله. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا يكفي عبادة الله، لأن الكفار يعبدون الله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش كانوا يعبدون الله ويصومون يوم عاشوراء وكانوا يتصدقون وكانوا يصلون الرحم وغير ذلك، وكان عندهم حج وكان عندهم تلبية لكنها تلبية شركية يشركون بالله بالتلبية هذه. فكان أحدهم إذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. هذه تلبية شركية، هذه تلبية شركية. ماذا يقول في الجاهلية؟ يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فهي تلبية شركية. تلبية التوحيد هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فلا تكفي عبادة الله، وإنما عبادة الله وعدم الشرك بالله كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. ولاحظ الآن شيئا نكرة، وهنا في هذه الآية لا تشرك به شيئا نكرة، والنكرة كما هو مقرر في علم أصول الفقه إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام فهي تعم كل شيء. يعني لا يجوز أن يدخل مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما من أصحاب القبور والأولياء والصالحين وغير ذلك.
فقال: وتقيم الصلاة، يعني المكتوبة، تقيم الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصل الرحم، دع الناقة. يعني لما أجبت عليك دع الناقة في مسيرها. ففي هذا الحديث أنه زاد صلة الرحم، والرحم من هم؟ هم القرابة. وبالمناسبة أيها الأفاضل، تجد بعض الناس عنده تطوعات وعنده يعني فضائل أعمال، لكنه تجد عنده في صلة الرحم تجد مقصر بهذا الشيء، مع أن صلة الرحم وضعها أمرها ليس بالهين، من الكبائر، يعني ترك يعني صلة الرحم من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فصمهم عن أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. فالشيخ ابن عثيمين يقول في هذا، رحمه الله، يقول في هذا الحديث زيادة صلة الرحم، والرحم من هم؟ القرابة. وكل من كان أقرب كانت صلته أوجب، ولكن إلى أي حد تصل القرابة؟ قال الفقهاء رحمه الله في كتاب الوقف كما قال ابن عثيمين رحمه الله: إن القرابة من يجمعك وإياهم الجد الرابع. القرابة من يجمعك أنت وإياهم الجد الرابع، سواء كان الجد من جهة أمك، من جهة أبيك، أو من جهة أمك، سواء من جهة الأب من جهة الأم، هكذا قالوا. ولكن لا شك، ابن عثيمين يقول رحمه الله: ولكن لا شك أن من فوقه إذا كان بينكم وبينهم صلة ومعرفة، لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم، إما إذا لم يكن إما إذا لم يكن هناك تعارف كما هو الغالب الآن، فإن صلتهم قد لا نقول إنها واجبة كما تجب صلة من شاركوك في الجد الرابع. إذن لابد، بل يجب على الشخص أن يصل رحمه. أيها الأفاضل، هذا هو ما يعني يتعلق بهذه الأحاديث، ونكمل إن شاء الله الدرس بإذن الله في الجلسة القادمة، ونقف على حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك، اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.